اللي تم إنشاؤه داخل بحر كبير كان يعتبر من التشابلز أو الشراين الصغيرة أو مقاصير صغيرة للآلهة، ومنهم بعض مخزن الأطعمة الخلفية داخل معبد الأقصر. بصوا هنا، هنا على الألوان، بصوا الجمال بتاع المنطقة نفسها. كل الألوان دي ألوان رئيسية في البهو الأعمدة أو بهو الصالة المستعرضة بتاعت أمنحوتب الثالث. جاء الإسكندر الأكبر 332 قبل الميلاد وعمل قدس أقداس تاني خلف قدس الأقداس الأساسي. مين اللي فتح الفتحة زي ما قلت لكم؟ لبيب حبشي، عالم آثار مصري عادي جدا، اهتم بعدم لف طبعا الزوار أو الأجانب للمعبد من وراه، فعمل الفتحة الصغيرة دي في الحيطة عشان يعمل فيها كل الشغل. السلسومات دي جميلة ازاي؟ يلا يا جماعة تمام كده، في تايم. شكرا على استماعكم.